طيب منذ قليل يمكن النادي الأهلي أعلن أن الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون رئيسا لبعثة فريق النادي الأهلي في المغرب. قرر مجلس إدارة النادي تكليف الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غد الخميس لملاقات فريق الوداد يوم الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال. ويعكف الكابتن حسام غالي حاليا على الإطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين. تغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة. الفرقة إن شاء الله تصل يعني مساء يوم الخميس تتدرب يوم الجمعة على أحد الملاعب الفرعية في كازابلانكا، ثم المران الرئيسي على ملعب المباراة يوم السبت والمباراة الأحد، وتعود البعثة بإذن الله عقب نهاية المباراة، ويا رب إن شاء الله يكون في كرسي محجوز لكأس دوري أبطال إفريقيا بإذن الله عشان الأهلي يرجع بالبطولة الغالية اللي خسرناها العام الماضي، لكن إن شاء الله بإذن الله يكون في أفضل تعويض خلال العام الحالي بإذن الله. لعل وعسى يكون يعني ربنا سبحانه وتعالى عايز يعني شايل الخير للأهلي أكتر، إن نهائي العام الماضي خسرته قدام الوداد في المغرب، السنة دي يكون تعويض ليك وتكسب البطولة في المغرب. طيب خبر تاني مهم جدا، الكابتن محمود الخطيب يرافق بعثة الأهلي إلى المغرب. قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المقرر سفرها إلى المغرب عصر الخميس لملاقات الوداد في مباراة الإياب والمحدد لها مساء الأحد المقبل. يأتي سفر الكابتن محمود الخطيب لدعم اللاعبين وجهازهم الفني والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وكذلك إسعاد الجماهير. إذن دي أخبار رسمية تم الإعلان عنها من قبل النادي الأهلي منذ قليل. الكابتن حسام غالي طبقا لقرار مجلس الإدارة هيكون رئيسا للبعثة، والكابتن محمود الخطيب مرافق لبعثة فريق النادي الأهلي، وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله يكون في تتويج بالبطولة. وزي ما الكابتن حسام غالي كان موجود في نهائي إفريقيا 2012 وشال البطولة، النهاردة هيكون موجود مع الفريق وهو رئيسا للبعثة بإذن الله، ويكون معاهم في لحظات التتويج بكأس البطولة.